يونيت 8 من الكتاب ديال تيكت تو انجليش 1 هو على اور كالتشرال هيريتاج اور ار كالتشرال هيريتاج تراثنا الثقافي. ويليام شكسبير سيز there is history in all man's lives, هناك تاريخ في كل ولا في حياه كل الناس, يعني فين ما كان شي حياه ديال شي شخص راه فيها التاريخ. So a treasure of customs and crafts, a treasure, كنز من تقاليد ومن crafts, من الصناعات التقليدية إلى آخره. اللي هو the first one is carpet making اللي هو صناعات الزرابي. ثم the second one is about Fantasia, the horse riding, which is part of the fairs in Morocco. Fairs اللي هما بحال المواسم اللي حنا تنقولوا لهم حنا في المغرب موسم, اللي هما called موسمز. Then the third one is about traditional crafts اللي هو هنايا مثلا pots of ceramics اللي هما ديال سيراميك. تما عندنا حنا في المغرب تيتصاوا مثلا في الجهه ديال اسفي والجهه ديال الصويره, مناطق متعدده حتى فاس. ثم أوادن سيراموني اللي هو عرس, ولا كيفاش الأعراس في المغرب تقام, كيف تقام الأعراس في المغرب. Each region has its own way of celebrating weddings, كل منطقة عندها طريقة ديالها الخاصة باش تدير الأعراس ديالها. Now, so what each picture represents, هي هذه اللي درنا. Think of some social and cultural aspects that Morocco is famous for worldwide. Aspects هما بعض الأشياء اللي هي المغرب معروف بها عالميا worldwide. كاين the dish of couscous, كاين تاجين, كاين القفطان المغربي, كاين جلابة المغربية, كاين فانتازيا أصلا حتى هي تقريبا غير في المغرب كاينة. List names of some Moroccan celebrities in arts, ناس اللي هما مشهورين ارتس, الفنون مثلا الشعيبيه العدراوي, مثلا سبورتس كاين عندنا هو المتوكل, ليتشر عندنا المهدي المنجره الى اخره, كاين بزاف ديال الناس, وميوزيك مثلا ريد وان الى اخره. ناو سو وذ يور بارتنر فور ويدين ستادي ذا فولوينغ ووردز اند ساي وات ذي هاف ان كومن. هاد الكلمات هادو حنا غنشوفوهم شنو هو القاسم المشترك بيناتهم. رينغ اللي هو الخاتم, ويدين اللي هو العرس, الداوري هي ديك القيمة اللي تعطي العريس للعروس, برايد اللي هي العروس, الكحل, الحنة, الجروم اللي هو العريس, انجيجمنتس هو لاكت دو مارياج, جولدن شي حاجه اللي هي جولدن ذهبيه, جولري اللي هما المجوهرات, والقفطان. اذا they all have to do with weddings in Morocco. هادشي كامل عنده علاقه بweddings, بالاحتفالات ديال الاعراس في المغرب. So read the text now, we will read the text, then we will see what's the text or the purpose of the writer. What is the purpose of the writer? Purpose اللي هو الهدف ديال الكاتب شنو هو. اذا marriage ceremony in Emile Shiel. The Emile Shiel هي واحد المنطقة في المغرب. The Emile Shiel marriage ceremony takes place in the Atlas Mountains. إذا هو أصلا هاد Emile Shiel marriage, الزواج في Emile Shiel, في هاد المنطقة ديال Emile Shiel اللي هي منطقة أمازيغية, تيحدث فين؟ في Atlas Mountains, يعني في جبال الأطلس. Every year, كل سنة, two main Amazigh tribes, جوج ديال القبائل الأمازيغية, participate in the festival, تشاركوا في هذا الفستيفال ولا موسم. The Eight Hididu and Eight U'azza, بجوجهم. Hundreds of young men, شباب, and women, شباب سواء نساء ولا رجال, meet and marry, يلتقون ويتزوجون at the three-day event. في هذا الموسم اللي يدوم ثلاث أيام. Because the villages are snowbound for most of the year, لأن هاد لي فيلاج, يعني القرى المجاورة, تيكون فيهم ثلج على طول السنة. The festival offers an occasion هو واحد المناسبة for trading أولا, لأن أصلا هو سوق فيه تجارة,
اميوزمنت الناس يقضيوا واحد الوقت جميل اند ماتريموني. ماتريموني اللي هو الزواج. حنا ريديش براون اورجانيك داي واحد الصباغه سميتها براون تقريبا بنيه الحنا راه معروفه is applied to the bride's hands and feet. تيديروها العروس في الهاندز في يديها وفي رجليها before the wedding to ward off. علاش؟ باش يمنعوا the evil eye يعني بحال تيمنعوا الشر ولا الاعيون ديال الشر. A tray is kept next to the bride with the sugar. تيبقى دائما واحد الصحن حداها فحدا حدا واحد الصينيه كما تنقولها حنايا حدا العروس. شنو فيها؟ فيها الشوغر السكر قلب السكر اللي تنقولوا حنا في المغرب. تو واو 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 اكس جوج ديال البيضات سميتو مازال ما مطيبينش اند سام بيرفيوم وبعض الروائح رائحه. On the next day le parfum. On the next day في اليوم الموالي اي دراي ذا درايد حنا لان الحنا اصلا وغير تتعطى غير واحد 24 ساعه ولا اقل صافي تتكرم is washed off تتغسل leaving beautiful patterns which last for up to 6 weeks. وتتخلي واحد النموذج ولا واحد في اليد بعض الخطوط اللي هي جميله جدا تتبقى حتى 6 ديال الاسابيع. Hospitality is very important to Moroccans. المغاربه معروفين بالهوسبيتاليتي لان اي واحد جا عندهم حسن عندهم حسن الضيافه. هوست ماشي غير المغاربه العرب العرب كاملين معروفين اصلا بحسن الضيافه. هوست هو الشخص المستقبل اللي تيجيو عنده الناس. Traditionally welcomes guests يحيي ولا الناس اللي تيجيو عنده باش by offering them milk and dates. حنا عندنا في المغرب هذه القضيه هذه اللي جا عندك تعطيه الحليب وتعطيه التمر. During the wedding ceremony حتى في سميتو في العرس the bride and groom share a bowl of milk and feed each other dates. حتى في معظم حنايا الاعراس ديالنا الزوج والزوجه تيتبادلوا واحد تيشرب واحد الحليب وواحد تيوكل واحد تمر. Thus symbolically هذه رمزيه. علاش؟ becoming both guests and hosts of each other. هو انهم هما بجوجهم بحال واحد تيجي عند الاخر صافي يعني بحال راه جا عنده ضيف من الضيوف. On the third day في اليوم الثالث of the festivities احتفالات all the newly married couples must go to the lakes. هادوك الناس كاملين ثنائيات اللي بغاو يتزوجوا يتزوجوا يعني تيمشيو لواحد البحيرات lakes سميتهم ايسلي وتيسليت. ايسلي راه هو الزوج بالامازيغيه ايسلي وتيسليت راه هما ما داروش تي تيسليت هي الزوجه هي الزوجه. For a traditional ولا العروس العريس والعروس for a traditional visit تيمشيو لواحد البحيرات سميتهم ايسلي وتيسليت. علاش؟ it is believed that that long ago هو كاينه في التراث الشعبي الامازيغي تنظن انا حتى في يعني غتكون في الجزائر وفي تونس عفاكم لما هادو قولوها ليا اي ناس ماشي من المغرب يقولوا لنا واش حتى هما عندهم هاد القصه هذه. A young man married a young girl whose parents didn't approve. واحد السيد تزوج واحد الشاب تزوج واحد الشابه وبغى يتزوجها والديها ما بغاوش. The couple ran away and cried all night. هربوا هما بجوجهم ومشاو وبقاو تيبكيو الليل كامل والدموع ديالهم their tears created the two lakes. الدموع ديالهم داروا جوج البحيرات وبحيرة سميتها إيسلي وبحيرة سميتها تيسليت. We read the text. إذن قلنا هاد الشيء كامل علاش تيهضر؟ إذن قلنا the purpose of the writer is شنو هو؟ To describe the wedding ceremony. إذن يعمل شيء بطبيعة الحال هو تيورينا وتيورينا ولا الهدف ديالو أنه يورينا كيف تقام الأعراس في إيميل شيل بطبيعة الحال. ثم غادي نشوفوا the ideas the first الباراغراف الاولى كانت على the importance of Emil Schiele festival for the nearby tribes يعني الاهميه ديال هذا الموسم ديال Emil Schiele بالنسبه للقبائل المجاوره.
الثاني كان على التراديشنز، المعتقدات والتقاليد related to marriage in Emile Shiel، كيفاش يمر العرس في Emile Shiel. الثالثة كانت عندنا the symbolic meaning of offering milk and dates and dates، هو يعني كيفاش، ها هي الثالثة الرمزية كما تنقولوا حنا، الرمزية ديال تعطي الحليب والتمر ما بين الزوج والزوجة، ما بين العريس والعروس. وفي الاخر the myth of Eastleigh and Teasleigh، الأسطورة إلا بغينا نقولوا، الأسطورة ديال إيسلي وتيسليت منين جات. Find words or expressions meaning the same as to happen، شي حاجة أنها تقع، هي to take place، وقعت took place. الثانية to prevent، to prevent ward off، هي تمنع شي حاجة، to prevent it تمنعها. One who receives guests، شي واحد اللي تيجيو عنده ضيوف، شنو تيتسمى؟ تيتسمى host، host. To agree and to شاطر الرأي هي to approve، هي to approve. Which famous love story can you compare easily and Teasleigh's to؟ يعني هاد القصة، قصة الحب اللي كانت ما اللي ديالنا حنايا ديال Eastleigh وTeasleigh، باش كاينه شي قصة واحدة أخرى تتشبهها، كاينة روميو اند جولييت ستوري.